از همه سروران عزیزی که در وسط جلسه ایستادن استدعا میکنیم که انشاءالله بنشینند تا باعث سد دید بقیه افراد نشوند و انشاءالله سکوت کامل رعایت بشود. صلواتی مرحمت بفرمایید و بنشینید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإنني طالما رأيت آلام هذه الأمة وأوجاعها وأمراضها في جميع العالم الإسلامي من قطر إلى قطر، ومن بلد إلى بلد، ومن قرية إلى قرية، هي آلام وأوجاع واحدة أو متقاربة، وأن آمالها وطموحاتها ورغباتها كلها آمال وطموحات ورغبات واحدة أو متقاربة. وإنني بدوري في هذا المجلس المبارك أضم صوتي إلى صوت الأخ كاك حسن أميني الذي سبقني في الخطابة في كل ألم نفس به عن نفسه وفي كل أمل تطلع إليه، أسأل الله عز وجل أن يحققه على أحسن ما يرام. أضم صوتي إلى صوته في ذلك كله، وكنت أشعر خلال التكبير الذي يتردد في أنحاء هذا المكان الفسيح المبارك أنه تتجاوب أصداؤه في كل صقع من أصقاع العالم الإسلامي كله من مشرقه إلى مغربه، ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پیشاپیش خدمت حضار گرامی عرض می شود، مهمان گرامی من جناب شیخ اسامه رفاعی فرزند شیخ عبدالکریم می باشند. ایشون از شخصیت های بارز علمی، عرفانی، دعوتی دیار عرب به ویژه سوریه، کشور عزیز سوریه هستند. متفکر، اندیشمند، دارای جایگاه اجتماعی خاص، شخصیتی است که تمام قشرهای آنجا حتی دولت مردان هم از ایشون حساب میبرند. در کشورهای متعددی ایشون سفر دارند، سفر میکنند، در مجامع علمی فرهنگی شرکت فعالی دارند، در نصیحت و خیرخواهی و مهربانی در اون دیار ضرب المثل و معروف می باشند. و اینک ترجمه سخنان ایشون، هرچند زبان قاصره، به هر حال سعی میشه که خدمت شما تقدیم بشه. ایشون جناب شیخ می فرمایند که عزیزان گرامی، امروز آنچه
دردها و رنجها و مشکلاتی که دامنگیر امت اسلامیه، تقریبا همهش نزدیک به همه، تفاوتی نیست بین شهرها، روستاها، مناطق، کما این که آرزوهایی موجود داره، اراده هایی هست، آرزوهایی هست. اون آرزوها و نسبت به آینده هم تقریبا نزدیک به همه، تفاوت چندانی نداره. در این خصوص میتوانم بگویم صدای من همانا صدای برادر عزیزمون که قبل از ما صحبت کرده، جناب شیخ امینی، کاک حسن امینی است. صدای بنده صدای اوست. آن چیزی را که ایشون احساس کرده ما هم همون احساس میکنیم و من امیدوارم آنچه که اینجا احساس بشه، گفته بشه، مورد مذاکره قرار بگیره، انشاءالله که صدای بازگشتش در تمام نقاط دنیا احساس بشه، در مشرق، در مغرب، همگان احساس کنند. چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثال این امت را مثال یک جسم واحد بیان فرموده. فرمود مثال مؤمنین در عطوفات، در محبت، در احساسات مانند یک جسدی هست، مانند یک پیکری هستند همه مسلمانان. در یک پیکر اگر عضوی به درد بیاید، عضوی احساس نگرانی، ناراحتی، بیماری بکند، تمام اعضای بدن، تمام اعضای آن پیکر و جسد بیقرار می شوند. أيها الإخوة الأكارم، إنما يشغل بال الكثير من المسلمين، إن لم أقل يشغل بال المسلمين جميعا، كبارهم وصغارهم، علمائهم ومثقفيهم، يشغل بال الجميع حال المسلمين اليوم. لماذا وصل المسلمون إلى هذه الحال؟ لماذا تجرأ عليهم أعداؤهم من كل حدب وصوب؟ ولماذا خضدت شوكة المسلمين وضعفت قوتهم إلى هذا الحد؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل مسلم يشكو هذه الشكوى، وأنا لا أستطيع في هذه العجالة أن أضع يدي على جميع الأسباب، ولكن أقف باختصار شديد على واحدة أو اثنتين من هذه المشكلات. أولها أيها الإخوة، أننا ينبغي أن نعلم أنه قد ضعف في نفوسنا نحن المسلمين حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. هل كنتم ترون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستطيعون أن يفتحوا الدنيا وأن ينشروا نور الله عز وجل في الأرض لولا هذا الوقود الشديد من العاطفة الجياشة ومن المشاعر المتوقدة في قلوبهم من حبهم لله سبحانه وتعالى وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تقرأوا في صفحات السيرة النبوية الشريفة أن امرأة من الصحابيات الجليلات لما أشيع في غزوة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قتل، راحت كالمجنونة تسيح بين هؤلاء القتلى، تمسك واحدا واحدا منهم لتتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقفت على أحدهم قيل هذا ولدك، فقالت إنما أسألكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وقفت على آخر قيل لها هذا أخوك، فقالت إنما أسألكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وقفت على الثالث قيل هذا زوجك، فقالت إنما أسألكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأته عليه الصلاة والسلام سالما ليس فيه شيء من الأذى، أقبلت على ثوبه الشريف تمسح به وجهها وتقول يا رسول الله كل مصيبة دون